سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم. معناها هي بدات بسنه سودة، انا عارف عشان في خبر مش كويس. طبعا يعني معروف الاحتفالات بالكريسماس، وطبعا معروف ان اول ما السنه الجديده تيجي في ظل الكورونا والوباء مازال التخلف موجود، التخلف مش هيسيب، وقاموا يعدوا لي تجمعات مفيش فايده. ادي الاحتفالات اللي حصلت واتفاجئنا كالاتي. احنا معروف ان بنشوف الاحتفالات بالصواريخ والمفرقعات اللي بتتقطر في الجو، ماشي، لا نديك بقى ايه الاحتفالات بقى في حته العشوائيات اللي زحلتنا. العيال بقى بتاع ايه، بشوف العيال بايه بتحتفل بالطوب، بيحتفلوا بالطوب في الناس. شفت بقى من عادات المتخلفة عن بتاعتنا، بيحدفوا الطوب في الناس. ادي نقطة. النقطة التانية، واحد واقف في البلكونة على العبيط ودانه قد كده اهو، والواد شغال بالنبلة وفي الراس، الواد يضرب بالنبلة وتيجي في الراس. انا شفت منظر اللي عندنا بقيت اضحك، الواد يضرب بالنبلة تك تيجي في الراس، الواد استخبى. اتلت الراجل عامل ايه؟ مش بص، لا واحد ماشي جنبه راح ضربه، قال له انت بتضربني بالنبله ياد مش عارف، راح شاتمه. ولاد فوق عمال يضحك ولا عمال يضرب بالنبله. يعني احنا في مصر، يحدث في مصر عيال بتحتفل بضرب الطوب في الناس، وواحد تاني واقف اهبل بنهبل واقف في البلكونه عمال يضرب بيضرب بالنبله. ولاد اتقفش، والراجل جه رد، برد على ابوه بيقول له يا عم الحاج الراجل ضربني، الراجل ابنك ضربني بالنبله. قال له يا عم، يا عم، قال له يا عم عادي يا عم، في ايه؟ كريسماس. بيقول له احتفال كريسماس. قال له كريسماس انه يضرب النبله بالناس؟ قال له ايوه يضرب النبله بالناس، في شق في حاجه؟ قامت العلقه. لما قامت العلقه اتلاقينا بقى العجب. ايه العجب؟ اللي خرج بكوشة، واللي خرج بأنبوبة، واللي خرج مش عارف بمقشة، واللي خرج بمكنسة. تخيلوا واحد خرج بتلفزيون عايز يطرشقه، او عايز يطرشقه على دماغ الراجل. يعني انا مش فاهم احتفال بدأ بأيام سودة غير الأيام السودة اللي احنا فيها، مش عارفين في ايه، مش عارفين في ايه، يعني مش عارفين في ايه. تخلف اللي في الدنيا، الناس بتحتفل وفي اوروبا وفي عيد، الناس بتحتفل احتفال نظيف وحلو وجميل، لا احنا بنحتفل هنا بايه؟ بالضرب بالتلفزيونات، بالضرب بالمقشات، الضرب بالانابيب، والضرب بالبلح، والضرب بالنبل، والضرب بالطوب. يحدث في مصر، يحدث في مصر. انا ما قدرتش اطلع، انا قلت اضرب بطوبه، اضرب مش عارف بايه، انا اروح اسلك، انا اروح ما يتحرقوا، ما يتحرقوا عليهم وعلى خلفوهم. احنا بجد انا واحد مش عارفين، انا مش عارف اعمل ايه والله، بجد زهقت، كل ما اقعد دماغي وحش، مش عارف في ايه، انا مش عارف في ايه.